اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هقولك ازاي تعالج مشكلة تكرار التبول اثناء الليل نهائيا، وازاي تتخلص من مشكلة تقطيع النوم، وانك كل لما تيجي ترتاح اثناء الليل تقوم مرتين او ثلاث او اربع مرات علشان تدخل الحمام، وازاي تقدر تنام بعمق وتحل المشكلة دي من غير ما تاخد اي ادوية او اي حبوب نهائيا. اكيد خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. علشان نقدر نتخلص من الموضوع ده خلينا نفهم ايه هي آلية التبول. التبول او النكتيريا هو عبارة عن عرض شائع بيتمثل في الاستيقاظ من النوم ودخول الحمام اكتر من مرة، وعلى فكرة الموضوع ده مش موجود عند الرجال بس، لا ده موجود بالتساوي عند الرجال وعند السيدات. وعلى فكرة تكرار التبول ده مش شرط انه يكون اصلا مشكلة في المثانة، لكن على الاغلب بيكون راجع لسبب تاني. طيب هو ايه اللي بيحصل لما انت تتعرض للمشكلة دي على مدار الليل كله؟ اول حاجة بتصحى تاني يوم وبتشعر بتعب في الجسم كله وهبوط واجهاد، ده غير انك بتواجه تاني حاجة مشاكل السكر في الدم. النقطة التالتة بتكون عايز تاني يوم انك تاكل عدد كبير من الكربوهيدرات، وده لان زي ما قلنا قلة النوم اثرت على نسبة السكر اللي موجودة في الدم. النقطة الرابعة بتأثر على الكورتيزول اللي موجود عندك، بتلاقي حالتك المزاجية سيئة جدا، واقل حاجة ممكن تخليك تنفعل وتبقى متوتر طول الوقت. كمان من الحاجات الفارقة جدا وهي قدرتك على التركيز والذاكرة، وانك بتبقى طول الوقت مشتت وغير منتبه. يمكن من الشائع جدا انه لما حد بيقول انا عندي مشكلة تكرار تبول اثناء الليل، ان بيتقاله ان انت ممكن يكون عندك مشكلة في البروستاتا، سواء التهاب البروستاتا او تضخم البروستاتا، وممكن كمان يتقالك انك عندك حصوات في الكلى. طيب واذا فرض ان بالفعل كان عندك مشكلة تضخم البروستاتا، هتلاقي انك بعد ما اخدت الادوية للبروستاتا وبدأت بالفعل تتعافى من النقطة دي، ان برضو نفس العرض موجود زي ما هو وما تأثرش، بالرغم ان البروستاتا اتعالجت وما زلت بتقوم اكتر من مرة علشان تدخل الحمام وانت نايم. يبقى كده مش مشكلة البروستاتا اللي بتؤدي الى تكرار زيادة التبول اثناء الليل. طيب ايه الاسباب التانية اللي ممكن تؤدي للموضوع ده؟ بنلاقي دايما ان مرضى السكر هم من اكتر الناس اللي بيتعرضوا بشكل كبير جدا لتكرار التبول. بتلاحظ ان هم من اكتر الناس اللي بيعانوا من مشكلة تكرار التبول اثناء اليوم واثناء الليل بالذات. مرضى السكر بيبقى عندهم نسبة عالية من مستوى السكر ومستوى الانسولين في الجسم. كمان الاشخاص سواء رجال او نساء اللي بيعانوا من المشاكل دي ممكن يكون عندهم متلازمة التمثيل الغذائي، يعني مثلا سواء مشاكل في ضغط الدم وارتفاع في ضغط الدم، او مشاكل في الكوليسترول، او مشاكل في السكر، او عندهم مشكلة انتفاخات دايمة وان الامعاء بتكون متضخمة عن الطبيعي. طيب الاشخاص دي بتكون في علامات ظاهرة على جسمهم، زي مثلا تغير في اللون في الجزء السفلي من الساق عن الجسم نفسه، وكمان انتشار عدد من البقع مختلفة عن لون الجسم. كمان ممكن يكونوا بيعانوا من مشكلة الوزمة او تورم في الاطراف السفلية، ده غير ان هم بيشعروا بشكل كبير جدا بتعب بعد التناول الغداء، وما يقدرش ان هو لو اكل وجبة انه يفضل صاحي، لا لازم ينام. وكمان مش بيقدر يقعد فترات طويلة بدون طعام، يعني ممكن كل كام ساعة لازم ياكل وجبة من الوجبات. يبقى كده خلينا نركز ان من اكتر الاسباب اللي بتؤدي الى زيادة التبول اثناء الليل هو ارتفاع نسبة الانسولين في الجسم. فكده بشكل عام ارتفاع الانسولين في الجسم بيأثر بشكل كبير جدا على مشكلة التبول وتكرار التبول. طيب ايه اللي بيخلي الانسولين يرتفع في الجسم بتاعي؟ اول نقطة وهي النقطة العلاجية، وهو تناول الوجبات الخفيفة او السناكس. الوجبات الخفيفة لما بتبدأ تاكلها اثناء الليل دي بتعتبر من اكتر الاسباب اللي بتؤدي لارتفاع الانسولين. مش بس ارتفاع الانسولين، وكمان ارتفاع الكربوهيدرات في الجسم. وناس كتير عندها الاعتقاد الغلط ده، ان هو بيقول طالما انا ما اكلتش كربوهيدرات صريح وممكن اكل اي حاجة تانية تكون الكربوهيدرات بتاعتها اقل شوية، يبقى انا كده حافظت على نظامي الغذائي.
غذائي وفي نفس الوقت انا قللت الانسولين. لا انا عايز اقولك ان السناكس دي يعني حتى الوجبات الخفيفة اللي ما فيهاش كربوهيدرات بشكل كبير ممكن برضو ترفع الانسولين عندك. طيب ببساطة هنعمل حاجة بسيطة جدا، عايزك توقف اكل بعد الساعة 6:30 مساء، ولو في اي حاجة انت مقرر انك هتاكلها كسناك هتحاول تاكلها قبل الساعة 6:30 يعني مع وجبة العشاء. بعد الساعة 6:30 مش هناكل او مش هنشرب اي حاجة علشان نقلل من مستوى الانسولين في الجسم. طيب يا دكتور بالنسبة للمشروبات برضو هعمل كده؟ ايوه هتعمل كده، ان كل المشروبات المغذية هتشربها قبل الساعة 6:30، لان دراسات وجدت علاقة كبيرة جدا بين ارتفاع نسبة الانسولين في الجسم وبين المية الزايدة اللي بتشربها اثناء الليل. لو عملت النقطة دي هتشوف تغيرات مذهلة، والكلام ده هتشوفه في أول كام يوم. النقطة التانية، حاول تقلل الكربوهيدرات في النظام بتاعك، ويفضل إنها ما تبقاش أكتر من 30 جرام يوميا. يعني لو أي نوع كربوهيدرات بتحبه وبتحب تاكله هتحاول تاخد منه بس 30 جرام كل يوم علشان ما نرفعش نسبة الأنسولين في الجسم. النقطة التالتة، وهو إن إحنا هنبدأ نضيف نظام الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو إن إحنا بناكل أثناء 8 ساعات من اليوم، اما 16 ساعة الباقيين بيبقى الصيام. ولو حسيت ان الخطوات دي صعبة شوية فتأكد ان احنا بنعمل الخطوات دي علشان نقدر نعالج الموضوع بشكل طبيعي، وانت هتشوف تغيرات مذهلة وتغيرات قوية، وهتلاقي ان انت توقفت تماما عن تكرار التبول، وهتلاقي ان انت بقيت بتنام بشكل عميق، وده هينعكس على صحتك، هتلاقي نفسك فايق جدا تاني يوم، قادر تركز، ما عندكش اي عصبية او اي توتر، كمان الاكل بتاعك هيبدأ يكون متزن اكتر، وهتلاقي ان عندك نشاط وعندك حيوية ومفيش اي مشكلة متعلقة بانقطاع النوم اثناء الليل. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن.